هروح لسيادة النائب احمد سمير، ومساله ان انا علشان اضمن هذه المسارات اظن انا محتاج ان انا يبقى في عندي شفافيه ضريبيه وشفافيه في الرسوم. يعني انا كل ما بتكلم مع حد مستثمر مصري او اجنبي او عربي يقول لي انا مشكلتي ان انا مش عارف مطلوب مني ايه، مطلوب مني كام. طيب زي ما كده هنبدا الكلام في المرحله الحاليه في الاقتصاد، راس الحكمه هي البدايه. حلو. لكن احنا محتاجين نشد خط كده وناخد بالمبدأ الخاص أن هناك مبدعين وهناك منفذين. مصر تحتاج في المرحلة الحالية إبداع في رؤية مختلفة واستراتيجية مختلفة للاقتصاد، يأتي من بعدك لينفذها، لأن الطريقة المنهجية اللي أنت ماشي بيها قد تكون ستكرر الأزمات مستقبلا إن لم تغيرها. أحد الحاجات الهامة جدا أنا بكلم على الاستثمار تحديدا، أن النهاردة المستثمر مش عارف حصيلة الدولة اللي بتاخدها منه، حصيلة الدولة دي بتاخدها منه ضرائب وتأمينات ورسوم في مجالات مختلفة، يعني اللي بيشتغل في التعليم غير اللي بيشتغل في الصناعة دي غير اللي بيشتغل في الصناعة دي. طيب بتاخدها منه ازاي؟ يعني ايه بتاخدها منه ازاي؟ يعني انا قاعد في شركتي او في مصنعي بلاقي داخل عليا واحد ضرائب عقارية، اللي بعديه ضرائب ارباح رأس مالية، بعديه ضرائب الدمغة، بعدين رسوم الجهاز، بعدين رسوم مش عارفة المتحي. طيب توحيد توقيت وتوحيد شخص يتعامل في كل انواع هذه الضرائب، وانا ما قلتش نخفض الضرائب، انا قلت يبقى في توحيد لسياسه التعامل، ابقى شايفها تمام؟ كلها قدام، ابقى شايفها وابقى عارف وانا بعمل حاجه مهمه قوي للمستثمر اسمها دراسه الجدوى الاستثماريه. صح. ايه انا الحصيله الدوله تاخد مني كام؟ ما تيجوا نحط من 2025 ل 2050 25 سنه ان في المجال ده حصلت الدوله 30% وفي المجال اللي انا عايزه حصلت الدوله 10% وفي المجال اللي انا مش عايزه حصلت الدوله 50%. فانا كمستثمر تمام؟ جاي انا عارف اعمل انا عارف كام. هدفع للدوله كام؟ ليه بقى؟ انا داخل النهارده مستقر معايا من لحظه ما بدات الاستثمار، من 25 زي ما انا بقترحها. انا وانا في طي كلماتي في هذا البرنامج معاك بحاول اضع بعض النقط للحلول. النهارده لما ثبت لمده 25 سنه كسياسه استقرار اقتصادي للمستثمر هيجي لك. النقطه كمان المهمه قوي ان احنا النهارده لما بنتكلم على زي ما يسري بيطرح مثلا المصريين في الخارج، طيب ما عندنا صندوق مصر السيادي في نص قانون، وقانون 177 لسنة 2018 بيقول ايه؟ ابتكار ادوات استثمارية جديدة ومبتكرة. طب ما اجي النهاردة ابتكر اداة مع المصريين في الخارج واقول النهاردة ان انا كصندوق مصر السيادي هعمل ده بالطريقة دي، وبعد بقى جلسات مع المصريين في الخارج لاستثماراتهم. عندنا ارقام كبيره جدا للمدخرات وليست التحويلات اللي بتيجي للمصري، التحويلات لمدخرات. صح. المصريين في الخارج في البلاد. صح. اللي هم فيها. طب ازاي افيدهم النهارده وتبقى اللي انا هقوله ثابت ويطرح الثقه، لان الثقه في الاقتصاد هامه جدا. هو ليه النهارده بيقلق كده يقول لك لا احوشهم بره؟ ان هو مش واثق اللي جاي ايه، مش شايف اللي جاي ايه، مش واثق هل اللي انت هتقوله هتنفذه ولا لا. يعني احنا بنتكلم على وثيقه ملكيه الدوله في طرحها 3 سنوات، في الاستراتيجيه اللي خرجت مركز المعلومات 8 سنوات لحد 2030. طب هي 3 ولا 8؟ طب هل حصل متغيرات؟ لازم يبقى فاهمين واحنا بنشتغل على الاقتصاد ان الناس بتذاكر. النهارده هو عايز يستثمر في البلد هنا، صندوق مصر السيادي له دور في المرحله القادمه، خاصه ان قوته وما سوف يطرحه من ادوات مبتكره طبقا لقانونه هيساعد بشكل كبير. نقطه ثانيه مهمه قوي، البورصه اداه تمويل رخيصه جدا للشركات. طيب الصناعات اللي احنا بنقول عايزين نكبرها النهارده، الصناعات الصغيره والمتوسطه او حتى الصناعات الكبيره اللي عايزه تمويل، والنهارده ممكن يروح البنك. وانت بتتكلم في الفاصل كده قلت بعض المستثمرين هو مش عارف يروح البنك، البنك ما بيقبلش او بيطلب منه اشتراطات صعبه. طب ما طرح الشركات في البورصه عنصر مشجع جدا. طب البورصه ايه مشاكلها؟ محتاجه بعض التشجيع للشركات لدخول البورصه كتمويل، محتاجه نلغي عليها ضرائب الارباح الراسماليه عشان اخلي في تشجيع ليها، اخليها مصدر هام جدا. وبص على التجربه المصريه الخالصه للشركات اللي كانت بتنزل اكتتابات في البورصه وبتنجح بشكل كبير جدا، مصريه اتصالات، اموك، وغيرها من الشركات اللي كانت كنا تقريبا فترات بننزل شركتين في الشهر وبينجحوا وبيدخلوا تمويل للشركات وبيدخل مستثمرين جداد، وبالتالي دي كلها شركات موجوده في مصر فهتزود الحصيله بشكل كبير جدا. النهارده الرؤيه العامه للاقتصاد لازم زي ما قلت لك يا يوسف اشد الخط ده واقول انا محتاج. حلو. النهارده اروح فين؟